الدكتور محمد عصام رئيس مجلس إدارة شركة بي اس فارما لتصنيع الأدوية البيطرية وإضافات العلف، أهلا بك. أهلا بحضرتك. قول لنا بقى البداية كانت إزاي معاك؟ البداية إحنا مجموعة كان عندنا شركة بنسوق بيها الأدوية البيطرية. إحنا كنا حريصين إن إحنا يكون لنا دور في الإنتاج في البلد يعني. فكان قدامنا طريق من اتنين، إما إننا ننتج الدواجن و أو أيا كان أي مجال الإنتاج الحيواني، أو إن إحنا نكون لنا بصمة في تصنيع الأدوية، يكون في حاجة إحنا بننتجها فعلا وبنضيف فعلا قيمة لنفسنا وللمجتمع اللي احنا عايشين فيه يعني وكده. فكان قررنا ان احنا نعمل مصنع، عملنا مصنع بيس فارما. من اول يوم كان عندنا تطلعات ان احنا نقدم جوده مختلفه من ناحيه الشكل وكفينش والمحتوى نفسه قبل اي حاجه تانية خالص يعني. دخلنا الحمد لله نحافظ نعمل بدايه قويه جدا لمنتجاتنا، منتجاتنا من اول يوم كان ليها بصمه كويسه جدا. مع بدايه شغلنا احنا تمينا بالتركيب والشغل الكيمياء الخاص بتصنيع منتجاتنا. بعد كده اتجهنا ان احنا نزود منتجاتنا وندعمها بخامات يعني افضل، جبنا خامات خاصه بينا احنا من بره، استوردنا خامات اللي احنا محتاجينها اللي مش قادرين نحصل عليها من السوق المحلي بسهوله. والحمد لله دلوقتي المصنع قادر ان هو يعني يحوز ثقه عملاء كتير جدا وشركات كبيره جدا، واحنا النهارده الوكيل بتاعهم في مصر لتصنيع منتجاتهم المحليه. وطبعا في الفتره الجايه المفروض كاي يعني كدورنا يعني احنا لازم نقدم منتج محلي جيد جدا يعني يخلي الناس فعلا تستغنى عن المستورد. والحمد لله احنا دلوقتي قادرين، مش هقول لك ان انا اقدم منتج زي المستورد، لا بل افضل كمان. تمام. في ارتفاع اسعار عالمي خاصه طبيعي. الخامات احنا بنتعامل ازاي او بنوازن ازاي بين سعر الخام وسعر التكلفه وسعر السوق بقى اللي بينزل؟ هو في الاخر احنا مش بنقدم منتج، لا منتج غالي ولا منتج رخيص. المفروض المنتج يكون منتج اقتصادي، بمعنى ان ايا كان سعره المفروض ان هو بيقدم قيمه بتساوي السعر بتاعه. ففي الاول والاخر احنا بنقدم منتج بيحل مشكله، فلما المنتج بتاعنا يحل مشكله فهو كده خلاص ايا كان تكلفته فهو هيستاهلها، لانه طبيعي جدا مع ارتفاع سعر الخامات هيرتفع سعر المنتج، هيرتفع سعر المنتج النهائي. فاحنا النقطه دي مش بنركز فيها قوي ان احنا نقدم منتج يراعي موضوع السعر، هو كده كده بيتراعى كويس ان احنا بنقدم منتج يقدم قيمه جيده. فالنتيجه في الاخر ان اللي بيشتغل معانا هو بيكون ماشي كويس. بالنسبه للضربات بقى الاسعار، سعر البورصه في الاخر، مكسب وخساره، ده موضوع بيتم مع المربيين من اعوام سابقه كتير جدا، ده وضع يوم ويوم لا وكده، فده العادي. فانا من الاخر يعني بمنطق كل واحد بيبص في ورقته، تمام، انا بص في ورقتي، تمام، بحاول اعمل افضل ما عندي، بحاول ان انا يعني ايه النقطه اللي انا ممكن اتدخل فيها في موضوع الاسعار، ان انا الهلع اللي يكون موجود عند العميل عندي ان انا عايز اعمل ستوك عندي بسبب الاسعار حديد والكلام ده كله، بحاول ان انا اقلله لسببين، ان الخامات فيها ندره الفتره دي شويه واتمنى الفتره الجايه تقل يعني الموضوع يتحل يعني ان شاء الله باذن الله هيتحل بقرار خاص بتاع امبارح يعني. فانا بدل كل عميل الحاجات اللي هو ينفع يشتغل بيها، ما ينفعش يعمل ستوك عنده ويخزن عشان اقدر ان انا اوفر لكل الناس احتياجاتها. احنا بننافس النهارده كمنتج بي اس فارم في السوق مع الـ مع الـ مع المتنافسين. زي ما قلت لحضرتك ان انا في الاخر لازم اهتم ان انا اقدم منتج يكون اقتصادي بالنسبه للعميل بتاعي. احنا بقى كمصنع بي اس فارما احنا بنعمل حاجه اضافيه، ازاي؟ انا النهارده كل شركه بتاخد مني المنتج هي عندها تيم تسويق بتاعها وعارفه عايز المنتج تعمل بيه ايه. انا بمد بقى الشركه كمان بالداتا الفنيه، وده عنده جزء تكنيكال خاص بالمصنع عندي، بساعدهم ان هم يعملوا الداتا بتاعتهم لمنتجاتهم، الورق الفني الخاص بمنتجاتهم، ورق فني في كل التفاصيل لمنتجاتهم. بيكون العميل واعي تماما بالمنتج بتاعه ومدى جودته وتركيبته بالظبط عامله ازاي والمواد الفعاله نسبتها قد ايه. مش مجرد ان انا ضايف خامه وبس، ده الخامه اللي انا ضايفها نسبه الماده الفعاله فيها قد ايه بالظبط، عشان حتى وهو بيتكلم وهو بيتنافس مع المنتجات التانية اللي موجودة في السوق تكون يعني يقدر ان هو يسيب بصمة. ده اول نقطة. النقطة التانية ان انا بصنع لاكتر من شركة، فانا حريص ان كل كيان انا بصنع ليه يكون ليه هوية خاصة بيه من اول الشكل لحد التركيبة، مش استنباط ثابتة، مش شغل ثابت.